ايش اللي صار عندكم؟ اختطفونا واحنا في قلب الدار يا اخوي، كل هيتنا بجارحين نفر استشهدوا ضرب جبار. لسه لليوم لسه في ان تحت الانقاض. كم يوم لهم؟ لهم 3 ايام. الله يرحمهم. اختطفونا ولا حاجه عندنا، والله من بيع بوي ومن بيع ما عندنا حاجه. مين ضايل عندكم لسه تحت الانقاض؟ اولاد صغار كلهم سنتين وثلاثه واربعه، كلهم شهداء شباب. امبارح 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 في الليل فقط جابوا من عندكم كمان. كل حيت اولادنا كلهم شباب صغار عزان. ايش وين العرب؟ وين العالم؟ بعرض الله وين امريكا؟ وين الدنيا كلها؟ بس سؤال اخير، انه كيف يتم عمليه البحث؟ بس وانا اراعي ظرفكم الصعب، بس كيف يتم عمليه البحث تحت الانقاض؟ فيش معدات، فيش معدات، يعني بعد يومين ما بنشارك في دينا. يعني ايش بيت اربع طوابق يا اما بتعال شوف نشاهد نتابع هذه السيدة من عائلة أبو جبارة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكما كنت أتحدث قبل أن تزغرت، ويعني أيام حتى استطاعوا الوصول إلى معرفة مصير الضحايا من الشهداء. نعم. وعرفوهم أنهم شهداء. ثم نشاهد هذه الصورة، تنهار السيدة من جراء هول المشهد، مصابون للعائلة داخل المشفى، جثث الشهداء موجودين هنا، وبقية العائلة تحت الأنقاض، وكما فهمنا منهم المتبقين هم أطفال، وطبعا يعني أجساد الأطفال ربما أيضا يواجهون صعوبة في المعرفة أو الوصول إليهم تحت هذه المباني. مبنى هذه العائلة أعرفه، كنت جارهم في مرحلة ما، يعني مبنى هذه العائلة، المبنى السكن الذي تسكن فيه هذه العائلة مكون من عدة طوابق، وبجوارهم عدد 3 طوابق، لكن بجوارهم أيضا أعداد كبيرة من منازل المواطنين اللاجئين في سوق مخيم البريج. والاستهداف لم يكن فقط لهذه العائلة، إنما الغارات الإسرائيلية طالت عديد البنايات في تلك أو عديد المساكن في تلك المنطقة. نشاهد مشاهد التوديع، وربما تتحدث عن نفسها أكثر مما يمكن الحديث عنه في هذه اللحظات. محمد وكذلك